هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ومن الملفات برضو المفتوحه في حال بلد دايما هي توطين الصناعه المصريه. شغالين على الملف ده بقالنا تقريبا سنتين وبنحاول ندعم بكل الطرق. الدوله بتحاول تدعم برضو من خلال توفير كتير من الامكانات وتوفير كتير من الاجراءات اللي تسهل على توطين الصناعه. ليه اللي يحصل حاجه من الاثنين؟ اكتفاء ذاتي وزياده الصادرات. النهارده كان في اجتماع مهم ما بين رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير التجاره والصناعه المهندس احمد سمير. الموضوع بيحاولوا يوفروا كتير من التسهيلات للمصدرين الفتره اللي جايه. هتيجي منين؟ هتيجي من اللي احنا هنصنعه. هيوفروا ايه؟ بيوفروا دعم نقدي، ده موجود. واضح ان هيوفروا كمان دعم تقني او فني يخلي المصدرين يبقى عندهم كتير من التيسيرات اللي تخلي زياده نسبه الصادرات، لتوفر دخل قومي طبعا وتوفر عمله صعبه. عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل ل 100 مليار دولار وصولا ب 2030. ايه اللي هيحصل؟ خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات. يا دكتور مساء الفل. تمام يا دكتور كريم، معايا دكتور. الو، شكرا ليك. دكتور كريم، انت معايا على الهواء مع حضرتك. لا سيب التليفونات يا دكتور، بعد اذنك بنزود صادرات. سيب تليفوناتك كلها دلوقتي، عايزين نزود الصادرات مش فاضيين. مع حضرتك. النهارده اجتماع مهم ما بين رئيس مجلس الوزراء واحمد سمير، مهندس احمد سمير طبعا وزير التجاره والصناعه، بيشتغلوا على توفير تيسيرات جديده للمصدرين عشان زياده نسبه الصادرات. وجهه نظرك ايه؟ يعني هي طبعا خطوه ايجابيه، يعني مهمه في التوقيت الحالي. الدوله المصريه بتسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض السلع اللي بنستوردها من ناحيه، وفي نفس الوقت بنعد في رغبه وفي خطوات بتؤخذ بهدف تعظيم الصادرات وتعظيم فاتوره الصادرات بهدف خلق موارد دولاريه جديده للدوله المصريه. طبعا ان انا ازود صادراتي دي نقطه جدا مهمه وطموحه في الفتره الحاليه، ولكن هي طبعا كان بينقصها العديد من الامور. يمكن كان على راسها كيفيه دخول مستلزمات الانتاج وخطوط الانتاج والمواد الخام للمصانع. كان من ضمنها ايضا الدعم والحوافز التصديريه المقدمه للمصدرين. ودلوقتي الحكومه بتضع خارطه طريق جديده ونوع جديد من الحوافز اللي سيتم تقديمها، وهي الدعم الفني والتكنولوجي. ده معناه ايه يا دكتور؟ الدعم الفني والتكنولوجي ده مهم جدا. يعني معنى كده ان هيكون في اتجاه لدخول خطوط انتاج حديثه، خطوط تواكب التكنولوجيا وتواكب معايير الجوده العالميه، اللي انا من خلالها بستطيع ان انا تكون منتجاتي مقبوله في الاسواق الخارجيه. الاسواق الخارجيه لو انا عايز اوصل لها ولو انا عايز احتل فيها مكانه واستفيد من الصادرات اليها، هناك مع العديد من معايير الجوده والمعايير القياسيه اللي بتطلبها المنظمات والهيئات اللي بتقوم بالاشراف على الواردات في هذه الدول. وبالتالي معنى ان هيكون هناك دعم فني وتكنولوجي، يبقى ان شاء الله ممكن يكون في الهدف من هذا الطرح هو وجود خطوط انتاج تواكب التكنولوجيا الحديثه، وهيكون في تدريب عليها للعاملين في المصانع الحاليه، بحيث ان انا تدريجيا اقدر اسحب الدعم الفني واستمر في انتاجيه زايده وخبره موجوده في المصنع الحالي. مش ده وفقا للمستهدفات؟ يعني انا مثلا لو بلعب على صادرات لسوق اوروبيه، ده ليه مواصفات وليه خطوط انتاج زي ما حضرتك بتقول. لو سوق افريقيه مش هتختلف، ولا هم بيوضعوا السياسه العامه عامه في الاجتماع ده؟ لا، احنا هنا بنحط يعني هو في الاجتماع بيتم وضع الاطار العام لمنظومه دعم الصادرات. طبعا كل السوق بيكون ليها يعني معايير مختلفه، ولكن لكن نتفق جميعا ان انت عشان حتى تدخل سوق معينه، اكيد السوق ده بيستورد من دوله اخرى بمعايير جوده معينه، وبالتالي عشان تحتل نفس المكانه سواء مع السوق الاخر او ازاحه هذا السوق وتنفرد انت بالتصدير لهذه الدوله، انت لابد ان انت تكون على نفس المستوى من الجوده ونفس المستوى من السعر او اقل كمان. يمكن دي يعني معادله صعبه شويه، ولكن مع دراسه السوق الخارجي تدريجيا يمكن تحقيقها. ويمكن ده هنا برضو بيكون دور
يعني السفارات في الدول الاخرى والممثلين التجاريين، كل ده بيكون لهم دور كبير جدا في دراسه السوق وتقارب وجهات النظر ما بين المستوردين والمصنعين في مصر. هو وجود خطوط انتاج جديده او توفير مسلسلات انتاج، ده مش ده هيضغط على العمله مره اخرى فممكن يسبب برضو نقص فيها؟ ده طبعا كلام حضرتك صحيح 100%، ولكن الدولة المصرية يعني خلينا نقول ان انت عشان توصل لهدف لابد من ان انت يعني هتصرف عشان تحقق هذا الهدف، فبالتالي هي مسألة بس ده هدف طويل الاجل. خلي بالك يا دكتور وكمل كلامك، ده هدف طويل الاجل، فهو يسحب دلوقتي لهدف بعيد شوية. صحيح هدف بعيد، بس عشان توصل له لازم تأسس ليه من دلوقتي. يعني الوصول اليه مش هيكون وصول مفاجئ طبعا، ولا على المدى القصير طبعا، وبالتالي لابد ان تتحمل الدوله نفقات واعباء ماليه ودولاريه للنهوض بالصناعه المصريه لمستهدفاتها 100 مليار صادرات. ممكن توصل ل 100 مليار صادرات لو انفقت على القطاع الصناعي والانتاجي فقط 20 مليار على سبيل المثال، وبالتالي انت هنا في يعني التكلفة والعائد. العائد من هذا الانفاق يفوق بكثير ما سيتم انفاقه على تنمية القطاع الصناعي وتطويره وادخال التكنولوجيا وتقديم حوافز للمصنعين والمنتجين فيه. طيب انت عندك اصلا مشاكل دلوقتي موجودة لعدم توفير العملة في بعض مستلزمات الانتاج لبعض الصناعات الاسمدة وغيرها، نعمل ده الاول احسن ولا نفتح ببان جديد احسن؟ ودعليش الاثنين بالتوازي عشان ما عنديش امكانية لده. ما فيش امكانية لده بالفعل، ولكن يعني اصبح ايضا زي ما فيش امكانية لده ما فيش امكانية للخيار. الدولة المصرية الان لابد ان تتخذ خطوات جادة وسريعة في كل الاتجاهات. في كل الاتجاهات الدولة المصرية حققت وفرة دولارية في الثلاثة أشهر الأخيرة من صفقة رأس الحكمة ومن ترافقات واتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. منها من هذه الاتفاقيات ما بيستهدف دعم القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص وتعميق دور القطاع الخاص، يبقى بالتالي أنا ممكن أستفيد من هذه المبالغ في تطوير القطاع الصناعي. ما هي المبالغ دي برضو كل المنح اللي مأخوذة الهدف من 70% منها هو تعميق دور القطاع الصناعي وإحلال دور القطاع الخاص وتعميق دور القطاع الخاص في العملية التصنيعية والإنتاجية والاقتصاد المصري بوجه عام، وبالتالي أنا من هنا بحقق التزام مع الجهات الدولية وبوجه هذه المنح وهذه المبالغ بالفعل لأوجه الإنفاق المستهدفة في تنمية هذا القطاع. أوجه الإنفاق المستهدفة وفقا لأولوية مين؟ ما أنت عشان ما تضغطش على الحكومة وهي عندها أولويات تانية، ده راح توفر لك دلوقتي مليار وشوية في شاحنات غاز عشان توفر لك وتحل لك مشكلة الكهرباء، فأنا ما هي برضو في تشتيت في تحديد الأولويات، دي مين اللي بيضعها المفروض؟ بص هو حضرتك طبعا يعني هي الأولويات دي بتكون بالتنسيق، يعني كل وزارة بتضع أولوياتها وبتضع احتياجاتها، وبالتالي بتكون وزارة المالية بترتيب هذه الأولويات أو سد بعض منها بصورة جزئية، يعني بصورة إن احنا نحقق كل الأهداف أو نمشي زي ما بنقول كل الأمور، مفيش حد يتعطل. تمام. الفكرة كلها إن أنت في عندك منح من البنك الدولي ومن الاتحاد الأوروبي، منح صريحة الهدف منها دعم القطاع الخاص، وبالتالي انت ممكن تستفيد من هذه المبالغ مباشرة بان انت بتوجهها للقطاع الصناعي، وجهها لدعم التكنولوجيا فيه، وجهها للدعم الفني لمزيد من الحوافز. انت من هنا تقدر تستغل هذه المبالغ، وبالتالي هيبقى عندك تدفقات دولارية اخرى تقدر تستطيع ان انت تستخدمها في اولويات اخرى، زي ما احنا بنقول عندنا استيراد شحنات غاز، عندنا التزامات وديون خارجية، كل ده هي الفكرة كلها في ان انت ادارة المحفظة طبعا المالية وادارة ادارة المحفظة المالية هي دي نقطة كبيرة جدا من نجاح اي منظومة مالية. هي ادارة المحفظة دي تبعيتها لمين؟ المفروض مين اللي بيديرها؟ مين اللي بيحط خطتها؟ وزير المالية ولا محافظ البنك المركزي؟ لا هو طبعا في الاساس وزير المالية. وزير المالية. وزير المالية طبعا هو اللي بيقوم بوضعها. محافظ البنك المركزي هو مختص فقط بالسياسات النقدية.
المؤسسات النقديه دي تيجي في شق من حضرتك اتكلمت فيه بالنسبه مثلا للقطاع الخاص وتوفير ما كل من مبالغ للقطاع الخاص، ما هو بيبان بقى دي على الارض من محافظ المركزي وتعليماته للبنوك واللي ممكن يصرف قد ايه للقطاع الخاص، بنلاقي برضو في احجام شويه. طبعا كان في سيوله الفتره اللي فاتت شويه ولكن في احجام دلوقتي، فاعتقد عشان كده بقول هي مش محافظ مش مش, مش, مش وزير ماليه بقى، ده هنا محافظ البنك المركزي. بص يا حضرتك، يعني في بعض النقاط او بعض البنود بيكون في تنسيق ما بين الجانبين تمام، ولكن احنا بنتحدث في بدايه في اولى الخطوات بيكون المكلف بترتيب الاولويات هو السيد وزير الماليه. هو اللي بيعرف السياسات العامه بالظبط، بعدين يكون في تنسيق بقى مع البنك المركزي فيما يتعلق بالوفره الدولاريه او السيوله النقديه المتاحه، كل دي امور بقى لاحقه. ولكن في الاساس هو المسؤوليه بتكون والمكلف بها وزير الماليه. الضغوط اللي بنشوفها من ضغوط اشاعات او ضغوط سوشيال ميديا في ارتفاع اسعار العمله في نقص المنتجات، هي دي بتؤثر على السوق يا دكتور فاهم بالفعل؟ والله هي طبعا بتؤثر على ولا هي حقيقه غائبه ما لسه مش عارفينها؟ هنا بقى نرجع للشفافيه، يعني ما هو احنا ليه بنسيب السوشيال ميديا ان هي تجتهد وان هي تكتب اللي هي عايزاه وان هي يعني تعبر عن راي قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ، وده بيؤثر على امام الراي العام الخارجي. وبالتالي هي الفكره هنا في الشفافيه انه يكون دايما في اعلان عن اي خطوات. ما فيش مشكلة ان انت تشارك الشعب في المسؤوليات وتشارك الشعب في التحديات. الفكرة كلها ان ده يكون بصورة منتظمة، بحيث ان انا هنا بقفل القنوات اللي بتستهدف بقى نشر الشائعات او اضرار بالاستقرار الكلام ده كله. فبالتالي هنا برضو خلينا نقول ان هي مسؤولية الحكومة امام الشعب. ويمكن يعني خطوة كانت اخيرة ان مثلا على سبيل المثال يوم الاحد تم تعديل مواعيد تخفيف الاحمال تمام بشكل مفاجئ تمام، يعني اعتقد انه كان من الممكن ان يوم السبت تتناول كافه وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه اعلان بسيط عن انه من غدا سيتم تعديل المواعيد وزياده عدد الساعات. اعتقد دي يعني كانت هتحد من تاثير الصدمه على الشعب ولو بنسبه حتى 50%. طبعا وبالتالي ما كانش الشعب خاصة هي وفقا لتقارير الارصاد اللي احنا عارفينها قبليها باربع خمس ايام احنا كشعب، فهو قال لك عشان زياده درجات الحراره، طب ما انت عارفها من هيئه الارصاد صحيح، لكن تفوجئ بقى الناس بتكتب على السوشيال ميديا وبتعبر عن رايها، بتعتبر ان هي دي القناه الوحيده اللي هي يعني بيكتب فيها او حد بيشوفه بيتنفس من خلالها. فالاداء يعني ما كانش فقط زياده عدد ساعات ولكن ايضا تعديل المواعيد. يعني في ناس يقول لك انا كان عامل حسابي بتقطع من 2 ل 4 فوجئت ان هي قطع الساعه 11، وفي ناس في الاسانسير وفي ناس في كذا. وبالتالي هنا هي دي الفكره. بلاش موضوع الاسانسير ده عشان ناس كتير استغلته من البعد انت عارفهم، فاستغل موضوع الاسانسير. ولكن هو انا بتفق معاك ان الشفافيه او ان انا اطرح من بدري، وسياده الرئيس قال له قال الحكومه كده اشركوا الناس معاكوا يعني عرفوهم من بدري. ليه المؤتمر يتم بعد؟ كل حاجه بتبقى بعد رد فعل. بص حضرتك الدوله المصريه خلينا نتفق ان هي غنيه ب غنيه ب وكانت شبابيه. دكتور كريم هستاذنك ترجع واضح ان انت موجود عشان صوت بيقطع. بقول لحضرتك الدولة المصرية غنية بالكوادر الشبابية، الدولة المصرية غنية بمنصات يعني شبابية بتدعم جهود الدولة، كيانات شبابية موجودة وبتطلق مبادرات مهمة جدا، لكن خلينا نتفق ان دعم هذه المبادرات او تقدم الدول عموما هو مسؤولية ما بين الشعب والحكومة. يمكن الحكومة بيكون عليها الدور الاكبر ولكن الشعب ايضا ليه دور. الفكرة هنا في ايه؟ في الفكرة ان انا عايز اشرك الشعب معايا في المسؤولية، اشرك الشعب يبقى يكون في نوع من الشفافية والمصارحة، حتى لو في مشكلة او في تحدي مفيش مشكلة انه يتم عرضه بصورة مسبقة حتى يستعد كل واحد، حتى لو هيستعد نفسيا مش هيستعد باي صورة اخرى. يعني خليني بس اوضح عشان الناس ما تفهمش ان لسه انتوا عندكم مسؤولية اخرى فالشعب لسه عليه ضغوط تاني، لا هو اللي فهمته من كلام حضرتك ان لا انتوا متعرفوهم بدري هم الناس هتقدر تستحملكم، صح كده؟
بالظبط، او حتى يعني خلينا نقول هنقلل من اثار التوتر اللي بتبقى موجوده عند الناس. يعني عنصر المفاجاه ده دايما او المباخته بيكون صعب جدا على اي حد او اي شخص او اي اسره. وده ينطبق يا دكتور على الشق الاقتصادي زي حاجه ما بتقول، لو انت اعلنت مثلا ان في فلوس داخله ان 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 كل من ده فهيقلل من الاشاعات او هيقلل من التنفيذ زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا، صح؟ صحيح، وده يمكن اللي كنت بطلبه مع حضرتك في الاعلان عن صفقه راس الحكمه. طبعا فاكر نتكلم للناس، الناس كلها بتقول صفقة رأس الحكمة، نقول للناس والله الصفقة دي هيروح منها جزء في دعم الاحتياطي، هيروح منها جزء في سداد ديون، هيروح منها جزء في دعم قطاع صناعي أو زراعي. بالتالي هنا أنت النقطة دي مهمة جدا، لكن أنت دلوقتي أي مشكلة الناس بتقول لك صفقة رأس الحكمة، صفقة رأس الحكمة، فبالتالي التعويل كله بيجي على التدفقات الدولارية تم الإعلان عنها دون الإعلان عن مصادر إنفاقها. وبالتالي الناس دلوقتي بتتعامل من منطلق ايه؟ ان في فلوس والدولة مش عايزة تحل المشكلة. لكن لو انا كدولة بقول والله الفلوس دي اتصرفت في واحد اتنين تلاتة منها 10 مليار مثلا على سبيل المثال دعم احتياطي وخلافه وخلافه، يبقى انا هنا حتى كمواطن عارف ان الفلوس دي الدولة مش منعاها عني ولا حرماني من الكهرباء عشان تخلي الفلوس معاها، لا دي في اوجه انفاق واولويات تم استخدام هذه التدفقات او المصادر الدولارية فيها. شكرا جدا صديقنا العزيز دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه. ما بينفعش معاه مداخلات برضو دكتور كريم، لازم يجي لنا الصراحه، عندي اسئله كتير عايز اسالها له. الفتره اللي جايه التضخم هيزيد ولا هيقل؟ الدولار هيزيد ولا هيقل؟ دايما باخد رؤيته كده، راجل برضو واسع الافق جدا في الشق الاقتصادي، ولكن ينورنا قريبا كده باذن الله ونتحدث معاه بمزيد من التفاصيل. 1 90 9 رقم الاسماس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.